والخبر معنا بيقول 7% من أسباب الفشل الكلوي لدى السيدات سببها المسكنات. قال الدكتور عصام إسكندر استشاري أمراض وزراعة الكلى إن 7% من أسباب الفشل الكلوي عند السيدات بالتحديد سببه المسكنات، لأنهم الأكثر تناولاً للمسكنات، وده لأن المسكنات بتؤدي للفشل الكلوي الحاد للشخص السليم اللي بياخد مسكنات دايماً، وخصوصاً اللي عنده كمان حساسية ضدها فبتؤدي للفشل الكلوي المزمن اللي بيستمر عليها لسنوات طويلة، لأن المسكنات بتخزن مية وملح في الجسم بصورة كبيرة وده بيسبب رفع الضغط، وطبعا ده بيأثر على الكلى بشكل سلبي، فلازم ناخد مسكنات على مدد طويل أو على مدد أطول من بعضها أو ما نقربش المسافات، وكمان تحت إشراف الطبيب. وعشان كمان نعرف أكتر عن الخبر معانا هاتفيا دكتور أحمد حسن أستاذ أمراض الكلى وزرع الكلى بالمعهد القومي للكلى والمسالك البولية. أهلا بحضرتك يا دكتور. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. عايزين يا دكتور نعرف من حضرتك لأي درجة المسكنات بتأثر على صحة الكلى وإيه البديل ليها، علشان طبعا زي ما حضرتك عارف الستات أكتر استخدام للمسكنات على الفاضي وعلى المليان. تمام، هو في الأول ناخد بعض الإحصائيات شوية. لازم نعرف إن إحنا الإفراط في أخذ المسكنات ممكن يؤدي لفشل كلوي في نسبة 7% من الحالات اللي إحنا بنشوفها من أمراض الفشل الكلوي. زي ما حضرتك قلتي طبعا نسبة النساء أو الستات بتبقى أكتر من نسبة 50-80% لأنهم بيبقى عندهم إفراط في تناول المسكنات بدون وعي. صحيح. ودي حقيقة يعني. طب المسكنات النصيحة اللي إحنا بنقولها محدش ياخد مسكنات إلا في أضيق الحدود. في عند الاحتياج ولازم بأمر دكتور ولازم فور شورت تايم يعني فترة بسيطة. تمام. المسكنات دي بناخدها ليه؟ المسكنات دي بناخدها طبعا عشان تخفيف الالام. في بعض الناس عندهم امراض معينه بيبقى في الام طبعا فبيضطر ياخدوا مسكنات. صحيح. فاحنا بننصح ان احنا ما ناخدهاش الا اذا كان فعلا الالم غير محتمل. في هذه القصه لازم نعرف، عشان نعرف تاثير المسكنات على الكلى لازم نعرف ايه انواع المسكنات. في مسكنات نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، يعني هي ما فيهاش مواد كورتيزون ولكن دي ضد الالتهابات. في الحاجات الشائعه اللي احنا بنستخدمها مجموعه البروبينات زي الايبوبروفين والبروفين والكيتوبروفين والنابوكسين، مجموعه الاسيتات زي الديفلوكوناك اللي هو زي الفولتارين موجود في السوق او الكاتافلام وده بيستخدموه كتير الستات لما يجي لهم صداع والقصص دي، زي مجموعه اللي هي الاسبرين اللي هو السلسليت اللي هو الاسبرين العادي اللي بتاخد، وفي حاجات بقى اللي هو كوكستين انهبيتور اللي هو زي سيلوكسيب اللي هو سيلبريكس برضه بيستخدم. ده طبعا كوكس 2 يعني تأثيره على كده أضعف شوية من الحاجات اللي احنا قلناها التانية، ولكن لتأثيره على المعدة بيبقى أفضل. ده بالنسبة للمسكنات اللي هي ما فيش فيها اللي هي مضادة للالتهابات، بتعمل تسكين ومضادة للالتهابات في نفس الوقت. في مسكنات تانية بتعمل تسكين وليس ملهاش ضد مش مضادة للالتهابات، ولكن دي بنسميها السيف أنالجيزك. يعني ايه سيف أنالجيزك؟ اللي هي أحسن حاجة ممكن تاخدها لأن تأثيرها على الكلى ضعيف. تمام. زي اللي هو الفيناسكين او اللي هو الباراستامول اللي احنا عارفينه اللي هو البنادول والحاجات اللي هي موجوده في السوق الابيمول والحاجات دي. طيب لما نيجي نسال عشان نعرف قدره تاثير المسكنات وخطورتها، اخف انواع المسكنات اللي هو زي الباراستامول ده هل ليه تاثير على الكلى؟ اه ليه تاثير على الكلى. بس اخف يا دكتور. لازم تعرفي المعلومة دي. ايه المعلومة؟ ال 2 كيلو جرام من الباراسيتامول يكفي اللي يدخل الانسان فشل كلوي على المدى البعيد. بمعنى ايه؟ القرص 500 مللي. يعني لو خد له 4000 قرص تكفي اللي هو تدخله ممكن في فشل كلوي وهو ما يعرفش. يكتشفها فجأة كده، دي بنسميها انالجيزك نفروباسي لان ليها تأثير على الكلى، بتعمل حاجة اسمها كرونيك انتيشن فرايتس. يعني ايه؟ يعني التهاب مزمن في نسيج الكلى يؤدي الى تليف في الكلى وارتفاع في وظيفه الكلى. دكتور احمد يعني الموضوع كبير مش هنخلصه في مكالمه تليفون، اتمنى طبعا حضرتك تشرفنا في يوم هنا نتكلم في الموضوع باستفاضه اكتر، لان الموضوع بيهم يعني فئه كبيره جدا جدا من السيدات لجميع الاعمار، لان الخبر ده مهم جدا. ولكن شكرا جزيلا لمداخله حضرتك معنا دكتور احمد حسن استاذ امراض الكلى وزرع الكلى بالمعهد القومي للكلى والمسالك البوليه، شكرا جزيلا لحضرتك. تاني خبر معنا النهاردة بيقول أعراض تخبرك إن الرئة في خطر، منها السعال. أهم 5 أعراض بتشير لوجود مشاكل محتملة في الرئة هي ألم الظهر والكتف، لأن ألام الظهر والكتف أو حتى الصدر بتشير لبداية سرطان الرئة.
كمان السعال ممكن يشير لوجود مشاكل في الرئة زي نزلات البرد وكمان اليرقان، وهو حالة بتحول لون البشرة للون الأصفر، وبيصيب كمان الجزء الأبيض من العين فبيحوله كمان للون الأصفر الباهي. وطبعا نقص الطاقة والإحساس دايما بالتعب بشكل غير طبيعي، ومش بيمشي السعال، وكمان فقدان الشهية، وفي الوقت ده كمان بيكون فيه مشكلة ولازم اللجوء فورا للطبيب المختص. خبر كمان معانا النهاردة بيقول تمرين سهل وفعال لعلاج آلام الظهر. طبعا آلام الظهر من أشهر المشكلات المعروفة بين النساء وكمان الرجال في مختلف الأعمار، بتسبب آلام قوية جدا بتخلي الشخص مش قادر على مواصلة حياته بشكل طبيعي، وطبعا لعب الرياضة فيها أو ليها دور كبير جدا في علاج الأمراض بشرط اختيار التمرين المناسب لنوع الألم. عشان كده هنوضح خطوات تطبيق تمرين سهل لعلاج ألم الظهر، وذلك وفقا لما ذكره موقع برايت سايد، وهو إن حضرتك أو حضرتك تستلقي على ظهرك وبعدين تثني إحدى رجليك وبعدين تثني الثانية أسفل ركبة الرجل الأولى، وبعد كده نمسك إيدين أو حضرتك تمسك إيديك الاثنين خلف ركبتيك وبعدين تسحبه بالقرب من صدرك باستخدام كلتا يديك. حافظ على الوضع ده لمدة 20 ثانية وكرره مرتين بكلتا الساقين. خبر كمان معانا النهاردة بيقول أظافرك تشير إلى مشاكل صحية أساسية منها البقع البيضاء. دايما أجسادنا بتدينا إشارات عن صحتنا زي الهالات السوداء اللي بتظهر تحت العين لما بيكون الشخص مثلا تعبان. عشان كده كشف أحد خبراء التغذية إزاي ممكن إن أظافرك تدي إشارة بوجود مشكلة صحية زي البقع البيضاء، ومش بتكون كمان علامة على نقص الكالسيوم بس، لأنها كمان بتكون علامة خطيرة بالأظافر، قد تعني إصابتك بسرطان الرئة لا قدر الله طبعا كمان. ولو كانت الأظافر شاحبة أو لونها شاحب أو زرقاء فبتكون علامة على نقص الحديد، أما الأظافر الصفراء بتكون علامة على التهاب المفاصل. وكمان لو ظهر خط داكن أو علامة سودة في الأظافر فممكن يكون الخط ده هو الورم الميلانيني، وهو أخطر أنواع سرطان الجلد. عشان كده لازم الرجوع للطبيب لو حسيت بتغيير في شكل أظافرك، وكمان كنت قلقان من أنها تكون بتدل على وجود مشكلة في الجسم. يعني سبحان الله حتى الأظافر بتاعتنا ما نستهنش أبدا بأي عرض غريب نشوفه فيها، نتوجه فورا طبعا على الدكتور المختص، هي جزء أكيد من جسمنا مهم جدا. يعني خبر كمان معانا بيقول فوائد الكريز الأسود لجسم الإنسان منها علاج الأرق. الكريز ليه فوائد كتير على جسمنا وبشرتنا، بس أهمها إنه بيحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات اللي بتساعد على حماية الجسم من الأورام السرطانية. كمان في نسبة عالية جدا من البوتاسيوم اللي بيساعد على ضبط مستوى ضغط الدم وحماية القلب من الأزمات وتصلب الشرايين، وطبعا كمان ليه دور فعال في علاج الالتهابات والتورم لأنه بيحتوي على مواد مضادة للأكسدة. كمان هو بيحافظ على صحة الجهاز العصبي وبيحميه من أمراض الشيخوخة زي الخرف والزهايمر، وكمان بيعالج التهابات المفاصل والعضلات، وطبعا كمان بيعالج الأرق والتوتر أثناء النوم، وكمان بيحمي الجسم من الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، عشان هو بيحتوي على نسبة كبيرة جدا من العناصر الغذائية والفيتامينات. وعشان كمان نعرف أكتر عن الخبر معانا هاتفيا دكتور سارة شوقي استشاري التغذية العلاجية. أهلا بحضرتك دكتور سارة. أهلا بحضرتك يا فندم. كلمينا يا دكتور أكتر عن فوائد الكريز الأسود للجسم، وفي فرق بينه وبين أنواع الكريز التانية اللي ممكن يكون ليها ألوان تاني في استفادة الجسم منه، ولا كله حاجة واحدة؟ تمام، أهلا وسهلا بحضرتك. زي ما حضرتك تفضلتي وتكرمتي وقلتي، هو فعلا الكريز أو الكريز الأسود خصوصا يعتبر فترة صيفية، طبعا مهم جدا في قيمته الغذائية. مليان فيتامينات، أهم فيتامين فيه. أستأذن بس حضرتك يا دكتور، ممكن نعلي الصوت شوية؟ تمام، أهم فيتامينات فيه فيتامين سي، لأنه كده عشان كده هو بيعزز صحة الجلد والمفاصل، لأنه غني جدا بفيتامين سي وغني بمضادات الأكسدة. تمام، وبيساهم في تكوين مادة الميلانين اللي احنا بنحتاجها طبعا، وبيساهم في تكوين مادة الكولاجين، فعشان كده هو بيساعد